تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي القناة الثالثة بتلفزيون دولة الكويت بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم الحصاد الرياضي، حيث سنتابع معكم أبرز وأهم الأحداث الرياضية اللي شهدها هذا الأسبوع. نجدد التحية وبدايتنا ستكون مع مدينة الحمامات التونسية واللي استضافت البطولة العربية الثانية للتجديف بمشاركة 80 لاعبا يمثلون كل من الكويت والمغرب والجزائر وليبيا والسودان بالإضافة إلى صاحب الأرض. ومن برنامج الحصاد الرياضي سنسلط الضوء على أبرز ما حققه أبناء وطن النهار من خلال هذا التقرير. استضافت مدينة الحمامات التونسية البطولة العربية الثانية للتجديف في الفترة ما بين 29 و30 من الشهر الماضي بمشاركة دول عربية عدة منها الكويت التي شاركت بنجميها محمد السبتي وسعاد الفقعان. وقد اختتمت البطولة باعتلاء البلد المضيف المركز الأول ضمن حصد الميداليات، إلا أن المشاركة الكويتية كانت حاضرة وبقوة من خلال إحراز الثنائي السبتي والفقعان المركز الثالث في سباق الزوجي المختلط أكابر بمسافة 600 متر، فيما لم يتوقف طموحهما عند هذا الحد. فعلى مستوى الفردي أكابر تمكن محمد من تحقيق المركز الرابع ضمن تلك الفئة التي جمعته مع أفضل اللاعبين على المستوى العربي، بينما لم يختلف عزم ابنة الكويت سعاد الفقعان عن زميلها حين قررت المشاركة بسباق الفردي أكابر للسيدات لتستجمع قواها بناء على طموحات عنوانها التحدي والإصرار على نيل إنجاز يسجل باسم الكويت عبر تحقيقها المرتبة الرابعة للفئة سالفة الذكر. لتختتم بذلك فعاليات البطولة العربية الثانية للتجديف باحتفالية جمعت 80 لاعبا يمثلون 6 دول عربية وسط أجواء من المحبة والألفة في المحفل الرياضي الذي حمل عنوان لقاء الأشقاء. انتزع المنتخب الكويتي للجمباز الفني الصدارة في البطولة العربية للناشئين والناشئات والتي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية بعد حصده 8 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة، بينما نال المنتخب الجزائري المركز الثاني واحتل المنتخب القطري المركز الثالث. انتزع المنتخب الكويتي للجمباز الفني للناشئين الصدارة في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية بعد حصده 8 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة، بينما نال المنتخب الجزائري المركز الثاني واحتل المنتخب القطري المركز الثالث. وفرض لاعب المنتخب الكويتي عبد الله مقداد نفسه بطلا على الجميع، إذ حصد لوحده 6 ميداليات ذهبية بعد احتلاله المركز الأول في مسابقات الفردي العام والحركات الأرضية وحصان الحلق وحصان القفز والمتوازي والعقلة، فيما جاءت الذهبية 7 في مسابقة الفرق، في حين أحرز اللاعب موسى الصحاف الميدالية الفضية في جهاز الحلق، ليرتفع رصيد المنتخب الكويتي مع ختام البطولة إلى 14 ميدالية بواقع 7 ذهبيات ومثلها من الفضة.
رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، ويسرنا أن يتواجد معنا لاعب منتخب الكويت الجمباز عبد الله مقداد للحديث أكثر عن هذا الإنجاز. حياك الله حبيبي كابتن عبد الله. الله يحييك. جاهز اليوم حق الحوار وجاهز حق أن نتكلم عن الكاس اللي قدامنا وعن الميداليات اللي موجودة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وشي ألف مبروك. الله يبارك. وإحنا فخورين فيك أنك أنت حققت هذا الإنجاز الكبير، واليوم إحنا قاعدين قدام كابتن وبطل صغير بالعمر لكن إنجازاته كبيرة. في المستقبل بإذن الله راح يكون لك إنجازات أكبر وأكثر. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. قول لي الإنجاز اللي صار معك وشنو اللي قدرت تحققه بهالبطولة كابتن عبد الله. أنا حققت 7 ميداليات نفس ما أنت تشوف. اللي قاعد نشوفهم 7. أي. الذهبية. أي. حلو. هي 6 أجهزة. أي. بس أنا حققت ب5 أجهزة بس وذهبية. ما شاء الله عليك. ويعني يحسب هاي ال5 أجهزة على الفردي. الفردي هاي الميدالية السادسة. تمام. والفريق هم حصلنا المركز الاول انا وربعي محمد فهد الحاتم ويوسف اسماعيل وراشد الكندري وموسى الصحاف. طبعا تفتخر فيهم كلهم. ايه. كان صعب عليكم تاخذون هذا الانجاز ولا كان سهل صراحه؟ هو كنا شوي متوترين وحاسين ما كنا نقدر. ايه. بس شدينا حيلنا وحصلنا الشيء. ايوه هذا اللي انا بعرفه، حاسين ان احنا ما كنا نقدر. شو اللي خلاكم تقولون ان انتم ما كنتوا تقدرون؟ شو اللي كان صعب بالنسبه لكم في البدايه؟ لان احنا شفنا الفريق الثاني. ايه؟ او الفرقه الثانيه كانت شوي اقوياء يعني. نتكلم عن الجزائر وقطر. اي. ايه؟ نشوف مستواهم شوي يعني نحسه اقوى منا. اي. بس لما احنا رحنا حققنا شفنا منو مستواه احسن ومنو اكثر. من اللي كان مستواه احسن؟ طبعا يعني احنا حصلنا. زين. خلينا نتكلم في البدايه عبد الله عن اللعبه وتفاصيلها وعن فئاتها، يمكن فيها فئات وايد صح؟ كلمنا عنها. هي الجمباز يعني فيها 6 أجهزة مثل ما انا قلت. ايه؟ فيها العقله. ايه؟ والمتوازي والارضي والحصان حلق والحلق وال ها السادسه الحلق توازي. قلت متوازي. قلت متوازي. زين هذول اللي ذكرت لي اياهم. اي هذول. شنو يميز كل واحده فيهم؟ ان كل واحده غير عن الثانيه، يعني كل واحده حق مثلا نقول في اجهزه. اي. بس تقدر تسوي على الايد يعني تهتم اكثر بالايد. اي. في اجهزه ثانيه بس حق الريل. الجهاز اللي ما ذكرته هو القفز، القفز هذا حق الريل ويعني ما شاء الله اكثر انه في ركض بس. صح صح ما شاء الله. بعدين نسوي الحركات. ما شاء الله عليك. انت بالنسبه لك شنو اكثر شيء تحبه من هالالعاب السته اللي ذكرتها؟ جهاز الحركات الارضيه لان في حركات اكثر وانقلب وسوي حركات احسن يعني. هذا اللي تحبه. انا اشوف عندي واحد من ربعي عنده جهاز كذي يثبت نفسه ويقعد يسوي حركات ويرفع جسمه وينزل، هذا هو اللي تتكلم عنه؟ لا هذا جهاز المتوازي وهم انا هاي يمكن ثاني احسن. هذا جهاز. هذا الجهاز اللي انا قاعد اشوفه. هذا؟ اي. هذا حصان حلق. اي، كلمنا عن اللي قاعد نشوفه على هذا الحين. شنو اللي قاعد اشوفه شنو؟ هذا الارضي، هذا الجهاز اللي انا احبه. هذه؟ اي هذه. سهله هذه عاد ولا صعبه؟ يمكن اسهل شيء يعني اذا انت كنت تلعب مثلا باركوريات هني. ايه؟ هذا اسهل جهاز يكون، اسهل جهاز راح يكون حقي. بس الجمباز ما يتمتع بس يعني حركات وهذا، على حسب الستايل بعد اذا انت مثلا تشد ريلك او ما تشد ريلك على في بعض الحركات انه لازم تكون شاد ريلك فيها ويكون عليها خصومات. اذا ما شديت ومن كذي يحسبون. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. زين انت قبل شوي قاعد تكلمني عن ربعك، ابي تسولف لي عن ربعك وعن مستواهم، ايش رايك بمستواهم؟ يعني انت كنت راضي عن المستوى اللي حققوه ولا هم يقدرون يحققون اكثر؟ خصوصا يعني انت ورحتوا احتكيتوا مع نجوم وايد صح؟ هو مستواهم وايد وايد زين ويعني استانست لما شفت انا ان هذول بيجون معاي البطوله عشان يحققون معاي. سلام. وبس شو اسمه؟ انه يعني كان في لاعب راشد الكندري ما كان راح يشارك معنا بس زين يا معانا وهم رفع من مستوانا وخلانا احسن ويبنى مركز الاول. تمام. يعني لما تشوف في اسامي معينه تشارك معاكم انت تستانس تدري ان الفريق كله راح يفوز. زين ايش رايك بمستوى البطل عبد الله بهبهاني؟ مستواي يعني انا وانا صغير. ايه؟ كنت يعني بس بسوي الجمباز حق نفسي يعني ما كنت ابي اشارك بطولات وهذا. حقك. اي عشان. ايه؟ يعني أتعلم حركات حق نفسي. من علمك؟ أول مدرب لي كان كابتن زغلول. إيه. وبعدين صار في مدرب اسمه كابتن فردان. بعدين كابتن أحمد،
احمد منو؟ احمد خطاب اوكي اي احمد خطاب، وبعدين صار في كابتن صيني بالمنتخب إيه؟ والحين اللي يدربني كابتن فيتالي ما شاء الله، ولده الصغير هم كان يدربني ما شاء الله. مستوى التدريب بالنسبه لك عالي وراضي عنه؟ اي. انزين اليوم احنا شفنا هالذهبيات اللي موجوده، وقلت لي ان انت اول ما قالوا لك على الشباب اللي موجودين معاك انت استانست. قول لي الفرق الثانيه اللي مشاركه شنو مستواهم؟ مستواهم كان قوي، وانا يعني كنت لما اول يعني قبل لا اشوف مستواهم كنت واثق اني اجيب الاول. واثق؟ اي بس بعدين لما البطل اللي قدامي والله العظيم ما شاء الله بعدين يعني شفت مستواهم شوي يعني توترت، حسيت يمكن اجيب ثاني يمكن اجيب ثالث، بس الحمد لله حققت مركز الاول. انت بطل وانا فخور فيك وكل الكويت فخورين فيك كابتن عبد الله، وبما انك انت اليوم حققت هالانجازات وهالميداليات اكيد في المستقبل راح تحقق اكثر صح؟ ان شاء الله. وعد كل ما تحققت لنا البرنامج ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لك. شفتوا معنا ابطالنا الكويتيين الصغار من وهم صغار عندهم حب وشغف لتحقيق الذهب وما يرضون الا بالذهب. مشكور وان شاء الله يا رب يكون لنا لقاء ثاني معاك يكون عندك انجازات اكثر. انتقل معاكم الى التقرير التالي، حيث اقامت اللجنه المنظمه لبطوله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله للرمايه يوم الثلاثاء الماضي مؤتمرا صحفيا بتواجد عدسه برنامج الحصاد الرياضي من اجل التعرف على ابرز فعاليات البطوله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، متواجدين الآن في المؤتمر الصحفي لبطولة سمو ولي عهد حفظه الله ورعاه، خلوكم معنا وتابعونا. هذه البطولة الثالثة السنوية واللي يكون فيها افتتاح موسمنا في نادي الرماية الكويتي الرياضي، واللي نشارك فيه في جميع مسابقات رياضة الرماية من مسدس وبندقية ورمايات الشوزن سكيت وتراب وايضا رمايات القوس والسهم. موسمنا موسم حافل ان شاء الله، وايضا احنا قاعدين نجهز حق بطولات اللي راح يكون فيها تاهل لاولمبياد باريس 2024، واحنا متفائلين ان شاء الله راح نحقق نتائج ان شاء الله طيبه وراح نحقق تاهل للكويت كالعاده، ويكون ان شاء الله منافسه لاخواننا وابنائنا الرماة الكويتيين في باريس لتحقيق الفوز وتحقيق ميدالية تسجل باسم الكويت إن شاء الله في باريس. والصراحة هذه البطولة بالنسبة لنا مهمة لعدة جوانب. من جانب أول تجهيز ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية حتى تكون على أكمل الاستعداد للموسم. الشغلة الثانية أنها تكون فيها تقييم للرماة اللي راح يشاركون في البطولات القادمة. الشغلة الثالثة أن فيها مشاركة من دول برا يشاركون معانا. الشغلة الرابعة المهمة أن أعطينا فيها فرصة حق الشباب والناشئين يشاركون مع أخوانهم الكبار، وأيضا هالسنة خلينا فيه يصير مشاركة في الجهرة في ميادينا بالجهرة للناشئين في جميع صنوف الرماية، وكان في مشاركة كبيرة من أبنائنا وبناتنا الناشئين في مسابقات هذه البطولة الغالية علينا. فإحنا فرصة لنا أن نكرم لاعبيننا ونكرم الحكام ونكرم كل المشاركين اللي يشاركون معنا في هذه البطولة، وايضا نستعد لانطلاقه الموسم القادم بقوه بعد الفترات الماضيه اللي كانت اثناء كورونا كان في يعني نشاط ضعيف جدا. واحنا نتوقع ان انا حاليا انتم مثل ما تشوفون ميادين الرمايه يعني الحمد لله تزدهر في الشباب، وان شاء الله يكون لهم دور ناجح في المستقبل ان شاء الله. هذه البطوله الغاليه على صوره الرمايه الكويتيه تم التجهيز لها منذ تقريبا 3 أشهر، وطبعا جميع الاجهزه الفنيه والاداريه أتمت استعداداتها والله الحمد، ويعني لابد أن نشكر جميع الأجهزة الفنية والإدارية على النشاط والجهود التي قاموا بها، ونحن أيضا نفتخر بأن لدينا في نادي واتحاد الرماية الكويتي طاقم تحكيمي دولي من أخواننا وأبنائنا الكويتيين ما يقارب يعني 90 حكم دولي في رماية الخرطوش ورماية المسدس والبندقية وأيضا القوس والسهم الأولمبي. ما في شك تعزيز الجهاز الفني والإداري يعطي دفعة للنادي للارتقاء بمستواه ومستوى رماته. إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهى المؤتمر الصحفي المرافق لبطولة سمو ولي عهد. إن شاء الله نراكم في لقاءات أخرى، مع السلامة.
ننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرة الحدث، فسلاح العزيمة والإصرار كانا حاضرين لأبناء كاظمة الذين تمكنوا من إحراز لقب كأس السوبر لكرة اليد بعد فوزهم الثمين على نادي الكويت بنتيجة 24 مقابل 23 نقطة، ليحصل بذلك أبناء العديلية اللقب الثمين للمرة الأولى في تاريخهم. نتابع معكم التقرير ومن ثم لنا عودة. أنهى كاظمة احتكار الكويت على ألقاب كرة اليد لمدة 9 مواسم متتالية بعد أن توج بلقب كأس السوبر لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على الكويت بـ 24 مقابل 23 هدفا في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبد الله للصالات المغطاة. وبدأت المباراة التي حملت في طياتها الكثير من الندية بقوة متوازنة من كلا الفريقين الطامحين إلى ملامسة الذهب، وقدم البرتقالي مستوى راق وأحكم قبضته المبكرة على مجريات اللقاء بعد أن أرهق الخصم بكل حنكة واقتدار. ويأتي هذا الإنجاز المشرف الذي تحقق بفضل تضافر جهود الجهازين الإداري والفني للفريق وتفاني للاعبين وإخلاصهم في الملعب ومستوى المحترفين التونسيين محمد فراد وأنور بن عبد الله، الأمر الذي ساهم في التتويج للسفير والعودة مجددا إلى الأضواء بعد ابتعاده قليلا في بعض الأوقات ومواصلة إسعاد جماهيره المتعطشة دائما للبطولات والألقاب التي لا تنسى. للحديث أكثر عن فوز نادي كاظمة بكأس السوبر لكرة اليد يسعدنا أن يتواجد معنا بالاستديو الكابتن محمد متعب الكيلي حارس مرمى السفير لكرة اليد. حياك الله معنا أبو متعب. الله يحييك، أهلا وسهلا فيك وأشكركم على الاستضافة هذه، وإن شاء الله تكون استضافة مميزة وفيها معلومات طيبة بحيث المشاهد يستفيد إن شاء الله يا رب العالمين. أول شيء أقول لك سلامات، تعرضك لإصابة الظاهر متعور، هذه ضربة الرياضة يعني أيه. دائما الرياضة لها ضريبة وإن شاء الله الأقل الإصابات وراح يكون محظوظ إنه يستمر بهذه الرياضة. قواك الله، يعني إن شاء الله ما أثرت عليك في اللعب. هي أثرت علي بداية مباراة السالمية أيه. إنزين، وقالوا لي اصعد مدرج ما راح تلعب. ما راح تلعب، كان أعطيهم الطناقر ألعب يعني ألعب، وفعلا ولعبت والحمد لله فزنا اللهم لك. معقول المباراة كاملة؟ لا مو مباراة كاملة، الشوط الثاني ما شاء الله دخلت عليك. والحمد لله أن قدرت أن أكون متميز بشكل ملحوظ، فهذا الشيء يعني كان ما شاء الله عليك. يعني إيش كثر مهم أن أنت على رغم أحيانا ما تكون عندك إصابة تبي تشارك، لأنك تدري إذا شاركت راح تفوز. إيه مهمة؟ إيه أكيد مهمة، لأن هذا الشيء يعني لما تكون أنت لما تحس ان انت مصدر الهام حق ربعك، تكون انت مصدر قوه حق ربعك، راح تشارك حتى لو تكون على قولتهم مصاب، لان البطوله هذه بطوله السوبر. كل اللي قلنا نادي كاظمة اول مره ياخذها بتاريخه، مو معناته نادي كاظمة متاخر عن بطوله السوبر، لا، بطوله السوبر اساسا بطوله مستحدثه صار لها 3 سنوات. صح، السنه الثالثه خذاها كاظمة، فيعني الثالثه ثابته ان شاء الله تثبت عند كاظمة السنه ان شاء الله. ان شاء الله فخور فيك انا وانجازك. ندش على المحاور، ليتس جو، نبلش ان شاء الله. تعال الحين تسخين. اي هذا هو. خلنا في البداية نسولف على استعداداتكم والطريقة اللي قدرتوا تحققونها علشان تأخذون اللقب. بالبداية أول شيء لازم أحب أن أشكر رئيس نادي كاظمة السيد سعد البنوار، رئيس النادي وأمين السر نادي كاظمة يوسف بوسكندر، وبالأخص هم مدير لعبتنا أستاذ عمر الملا أبو يوسف. نعم. اللي من خلال استراتيجيات اللي وضعها حق الفريق اللي من خلالها كان الهدف أن تهدف أن نحصل الألقاب، فهو اشتغل وفق منظومة بحيث ان عين دكتور مساعد مفرح مشرف الفريق اللي بدوره كان ينفذ دائما الاحتياجات اللي يحتاجها الجهاز الفني. تمام. انزين، بحيث انه يطور المنظومه، فبنفس الوقت يعني كدوره كدكتور بمفرح كان دوره ان هم يكون حلقه توصل بين اللاعبين والجهاز الاداري. معقول. ان اي يعني من خلال شنو مثلا يبلغنا اخر مستجدات سواء كان قرارات اداريه داخليه
اللي هي مثلا مواعيد التمارين اذا كنا بنسافر معسكرات، مواعيد المعسكرات، الايام اللي راح نسافر فيها. نعم. والقرارات الخارجيه اللي هي مثلا سواء يعني اتحاد الدوري بطوله مع البطولات والتواريخ وما الى ذلك. طيب يعني ودي ارجع اسولف معاك شويه كابتن ابو متعب على المستوى الفني لكاس السوبر، واللي البعض يشوفه انه ارتفع عن السابق وان المستوى صار افضل مما كان عليه سابقا، خلينا نتكلم على هالجانب. المستوى الفني ارتفع طبيعي لان الحين دخلت المحترفين بالموضوع. أي. فالمحترفين يكونون يعني عامل اساسي ومهم في رفع مستوى كره اليد اذا كانوا على قدر المستوى المطلوب للعبه. طيب يمكن يكون ايضا هناك تعليق على دور الجهاز الفني والجهاز الاداري ومجلس اداره النادي في وصولكم الى منصه التتويج، وقد يكون لهم الدور الاكبر. كلمنا. صحيح اكيد يعني دور الجهاز الاداري والجهاز الفني انه لازم يوفر حق اللاعبين البيئه المتكامله من خلال انه يوفر لهم كل احتياجاتهم، سواء يوفر لهم الاخصائي. هني طبعا قاعد نشوف اللقطات. اي هني اللقطات مالها. هذا انت اللي هني موجود؟ طبعا. ما شاء الله عليك. إيه؟ ما شاء الله عليك. فالجهاز الفني اي فالجهاز الفني قاعد يوفر يعني دائما الاخصائي العلاج الطبيعي، عندنا الاستاذ محمد صابر متابعه اخصائي اللاعبين، وعندنا هم كذا كابتن عبد الله هادي مدرب الحديد بالنسبه حق اللاعبين، وما ننسى بشكل كبير دور الخدمات. نعم. اللي هم العماله اللي يوفرون اطقم اللاعبين، يعني عندنا دائما ما ننسى طارق الزمان واحمد، يعني هذول العاملين الاثنين اللي هم دائما اللي يخلونا. انا اشوفك اني ترفع علامه النصر، شو اللي صار معاك؟ اني تذكر الاعضاء. اي هذه الحركه دائما يعني انا احب ان اسويها نوع من انواع الاحتفاليات بالملعب. مثل هذه الاحتفاليه، هذا الشكر ان هني خلاص يعني ترى انا وصلت لمستوى نشوه عالي بالاداء، وان شاء الله المباراه راح ترسو على بر الامان يا رب. وفي عندي هم احتفاليه الحين راح تظهر معانا ان شاء الله عليك، اللي هي احتفاليه الرشاش اللي هم 50 يسمونها. نعم. اي هذه الاحتفاليه الحين قاعد نشوفها مع بعض. اي هذه الاحتفاليه دائما تستفزهم مو استفزاز كثر ما هو يعني نوع من انواع يعني الفرحه أيه. وان ترى حارسكم أيه. مستمتع بالمباراه، مو متنشن، قاعد يؤدي اداء ملحوظ، ودائما على رغم الاصابه طبعا فوق أيه. كل شيء الالم فوق يعني على كان في الم حزتها اي يعني امانه ابو اي والله يعني شفت الكره هذه مثلا يعني أيه. لما قاعد اصيد لما تتكز ريلي اليسار على الارض احس بنغزه يعني بالعصب، فالنغزه هذه تخليك تعصب على تحس بالالم على انك تسوي احتفاليه يعني اشياء متراكمه. طلع معاك النصر والرشاش اوف وايد 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 يعني حتى بطوله السوبر انا اقدر اشكر لاعبينا واذكر اساميهم على عجاله. ليش ليش ليش؟ انزين اذا اول شيء لا تنسى البرنامج كله لك الله يخليك. اي انا حاب اني اشكر ابطال السوبر سالم عبد السلام، ابراهيم الامير، احمد مراد، محمد جواد، فواز المشاري، احمد جويد، عبد العزيز المسعودي، عبد الرحمن الملاله، تركي الخالدي، عبد العزيز نجيب، مبارك دحل، احمد مفرح، مشاري عباس، احمد القطان، سعد الحيدري، حامد صليلي، فواز المله. وعندنا المحترفين الاثنين من تونس الخضراء اصحاب القلوب البيضاء، هم انور بن عبد الله ومحمد فراد. وجه لهم تحيه. وجه لهم تحيه من الاستديو، تحيه خاصه لكم، ومحظوظين بهالكابتن الجميل اللي عندنا اليوم. يعني يمكن كابتن تحدثت عن جزئيه مهمه وهي أهمية وجود المحترف في البطولة بشكل عام، واللي تأثر أيضا على نيل اللقب وعلى وصولكم إلى منصات التتويج. هل لها أثر بالفعل أن أنتوا اليوم من خلال المحترفين اللي عندكم متواجدين معاكم توصلون إلى منصات التتويج؟ هذا الشيء جربناه وشفناه صراحة مع اختيار المحترفين المناسبين. أنا نعم. دائما يعني مع استراتيجية أنك تختار المحترف اللي أنت متابعة. نعم. مو بس أنك تقرأ عنه وتسمع عنه وتجيب الفريق، لا إحنا محترفيننا كنا شايفينهم الموسم اللي طاف وكانوا مأذيننا، كانوا يلعبون نادي السالمية للأمانة. ايه. إنزين فشفناهم. فأنت شايفهم ومتابعهم موسم كامل، أنت قاعد تدرسها تشوف نقاط قوته، كيف أنك توظفها مع الفريق وكيف أنه يخدم الفريق. فعلى قولتهم لما تأخذ لك شيء يفيد الفريق فهذا الشيء أنا أشوف أن المحترفين يأثرون بشكل إيجابي مع الفريق، خصوصاً عندك اللاعبين الواعدين عندنا الصغار. نعم. لما نشوف المحترف يحاول يطور مستوى أحسن ما أنه يشوف المحترف بالتلفزيون أو يطلع على اليوتيوب يكون عايش مع الناس. طيب ومتعب، من اللاعبين اللي تتوقع بالمستقبل قد تراهم نجوماً بهذه اللعبة وهم الحين في مقتبل طريقهم؟ طبعا اكيد في عندنا لاعبين، في عندنا فواز المشاري. نعم. ما شاء الله عليه، وعندنا احمد الجويعد الحارس، وعندنا الحارس حمد دشتي، وعندنا عبد العزيز المسعودي، وعبد الرحمن الملاله. هذول اللاعبين الصغار اللي انا اشوف ان نادي كاظمه بعد تقريبا 4 سنوات 5 سنوات راح يكونون هم نجوم اللعبه، هم راح يكون علي مراد ومشعل سويلم ايام العصر الذهبي نادي كاظمه.
ونادي كاظم احنا قاعد نلاحظ ان بالنسبه حق السي في ماله كالدوري هو حقق الدوري لمده 6 مرات، ولكن بالنسبه حق بطوله الكاس هو حققها 8 مرات. يعني اخر مره نادي كاظم كان ماخذ فيها الدوري كان سنه 99 2000. نعم. فيعني تخيل من سنه 99 ل 2000، الحين احنا 2022 وللحين النادي كاظم ما اخذ دوري، فاخذ السوبر، فهذا سوى له نشوه خلال انتعاشه. صح صح. فاحنا الحين نطمع ان ناخذ الدوري هذا ان شاء الله، بحيث ان نادي كاظم يرجع يعني بعد لا سابق عهده. اي يعني تخيل من سنه 2000 اخر مره انت ماخذ دوري، وانت نعم. الحين توصل 22 سنه، انت تقريبا وصلت ربع قرن. نعم. مو ماخذ دوري. عقدين من الزمن. نعم. اجل اجل اجل. زين خلني اروح معك على جزئيه الاحتراف الكلي. هل الاحتراف الكلي يساعد فعلا لاعب كره اليد في تحقيق نتائج افضل سواء مع النادي او مع المنتخب؟ بكل صراحه كابتن بومتع، اكيد الاحتراف الكلي اثر بشكل كبير على اللاعب، بحيث انه يخلي اللاعب متفرغ تفرغ كامل للرياضه. نعم. اول في السابق كان الاحتراف الكلي الجزئي عفوا لا عائق، ان اللاعب يكون بالبدايه انه يكون مداوم، بعد الدوام يرجع التمرين، بعد التمرين عنده مباراة او مثلا يكون قاعد يحضر حق المباراة، منهك هيلك اصلا ما يقدر خلاص، يعني منهك، غير التزاماته اللي بالبيت، غير التزاماته اللي بالدوام، غير المسؤولين، بعض المسؤولين اللي ما يعطونك على التفرغ مالك، ما يوافقون عليك، عرفت؟ فاحنا نحاول ان نوصل لمستوى التفرغ الكامل، بحيث انه يكون في هناك ابداع. احنا عندنا طاقات بالكويت، والمعدن الكويتي، الشاب الكويتي لو تروح كل مكان راح تلقى لنا بارز، فما بالك لو تهتم فيه من ناحيه التفرغ الكامل. طيب تتوقع بالمستقبل المنافسه بالنسبه لفريقكم في الدوري الممتاز؟ وانت اليوم قلت احنا اخذنا كاس السوبر، فمعناته كاس السوبر المفروض ان التركيز والاعين والجهود تتجه الى كاظماوي السفير. المفروض يعني كاس السوبر اعطى نادي كاظم البوست النفسي. نعم. الدافع النفسي. الحين بنفس هذه اللحظه نادي كاظم قاعد يلعب مع العربي، قايل ابون وان شاء الله انه يتوفقون يفوزون، ولكن باللحظه هذه احنا قاعد نتكلم فيها الحين على الهواء، المشكله الحين اللي انا اشوفها نادي كاظم لابد انه يحاول يتغلب على العربي في ظل وجود جماهيره. ليش؟ لان احنا نادي كاظم لازم يلعب تحت الضغط الجماهيري، اذا تغلب على العربي احنا نقول نادي كاظم قادر انه يخطف بطوله الدوري ويرجع حق امجاده. شو الفرق هالمره هذه؟ شو اللي عندكم؟ يعني هل هي العناصر والكفاءات اللي موجوده؟ اضافه الى ذلك نادي كاظم الان استعان في جهاز فني اسباني، عندنا كابتن سيرجي. نعم. وعندنا كابتن توني من يعني من اسبانيا، ودائما الفكر الاسباني يعلمك كيف انك تفوز بالمباراه، دائما كره اليد الاسبانيه معروفه بقوتها وادائها الرياضي. طيب انت قلت لي عندك رساله شكر في الختام بتوجهها عندي. انا هذا شيء صراحه لازم أساسي. اساسي هذا لازم. اول شيء انا كمحمد متعب يعني حارس مرمى كره اليد، بالبدايه انا بلشت مشوار سنه 2003، اكتشفني الكابتن وليد العازمي ودربني على الاستبسال بالمرمى، ومن 2003 ليومنا الحين 2022 مروا علي مدربين احب ان اشكرهم بالاسم، جابر مرسي رحمه الله عليه، سالم محمود، كابتن عزيز السماج، كابتن عبد الله مرزوق ابو احمد، وكابتن باسم السبكي، وكابتن احمد بلال، ومسك الختام. لما دخلت نادي كاظم مدير الفريق يوسف قال لي انا عندي لك مفاجاه حلوه راح تفيدك، والمفاجاه هذه كانت انه كان موفر لي كابتن كان مختلف شويه، كان صغير بالعمر، ذكي، عارف كيف انه يوظف المهارات، وعارف انه كيف انه يطور مهاراتك ويخليك باداء مغاير عن اللي انت كنت فيه من افضل لافضل، ويخليك تأدي بشكل ملحوظ. هذا الشيء اللي أثر معي الموسم الطاف والموسم هذا من هذا الكابتن، هو الكابتن قيس بن عمر من تونس، أهدي له صراحة باقة ورد وكل المدربين، وجه له أجمل تحية. وآخر شغلة قبل ما أخلص، حاب أن أشكر دكاترتي اللي كانوا صراحة يتابعوني بالإصابة وبعد الإصابة، كان عندي الدكتور محمد حسين آقا أخصائي جراحة العظام والأربطة والكسور، والدكتور باسم أحمد ضيف استشاري العظام وإصابات الملاعب من البحرين. طيب قبل أختم معك، من هو المنافس لكم في الدوري الآن؟ للحين الكويت. للحين الكويت لا ياكل ولا يمل، ما يتعب ما شاء الله عليهم. ناخذ سيلفي قبل لا نختم. ليتس جو. خليك بمكانك. اوكي يلا، احلى سيلفي وياك. هني عندي، هني احلى سيلفي. عشت. شكرا. كل الشكر والتقدير لك على التواصل معنا برنامج الحصاد الرياضي. اذا الساده المشاهدين راح نروح فاصل صغير، نرجع نتواصل معاكم من جديد.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة وأبرز ما طالعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية هذا الأسبوع، ونستهلها مع صحيفة الرأي. الكويت سوبر الصالات. توج نادي الكويت بلقب كأس سوبر كرة القدم للصالات عقب فوزه على كاظمة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وحقق الأبيض ثلاثية الموسم الماضي الدوري والكأس والسوبر، فيما خاض البرتغالي المواجهة بصفته ثاني الدوري. للحديث أكثر نرحب بالصحفي يحيى حميدان للحديث معه عن أبرز المستجدات الرياضية. حياك الله أبو علي معنا في برنامج الحصاد الرياضي. الله يحييك. طول غيبات جاب الغنائم، وين مختفي؟ موجود بس تدري فترة الراحة بين الموسمين، إن شاء الله تكون عودة مثمرة لكم وفي تألق آخر وجديد لكم، وما شاء الله برنامج مميز، وقاعد أشوف ما شاء الله تنوع في الضيوف، فهذا الشيء يحسب لكم تسليط الضوء على جميع الألعاب. قواك الله. لا جديد في الموضوع، هيمنة العميد مستمرة في كرة الصالات، خلنا نتكلم عن أبرز الأسباب. شوف، أنا أعتقد الأسباب كان في عمل كبير من جانب إدارة نادي الكويت على هذه اللعبة بالذات، يعني في يعني من قبل 5 سنوات وما قبل، يعني كان اللعبة نوعا ما في متسيد واحد لهذه اللعبة، يعني كنا نشوف اليرموك، الغادسية، العربي، السالمية، في بعض الفرق كانت تصعد وتأخذ الألغاب، فكانت الألغاب متوزعة نوعا ما على معظم الفرق. في السنوات الأخيرة لا، هذا الشيء بدأ يكون يعني المنافسة على الألغاب بين الكويت وكاظمة. أنا أعتقد إذا يعني أسباب هيمنة الكويت نفس ما سألتني، أنا أعتقد العمل بصورة كبيرة على قطاع المراحل السنية والاهتمام فيهم وتوفير مدربين، هذا مهم طبعا. نعم، وتوفير مدربين ممتازين، تشوف يعني أكثر من عنصر شاب طالع يعني في نادي الكويت، فهذا شيء يحسب يعني إدارة اللعبة وللقائمين على اللعبة بشكل عام. التعاقد أيضا يعني مع مدرب خبير وكبير يعني مثل المدرب الإسباني لويس فونسيكا، يعني هذا المدرب كان مدرب منتخبنا، هو اللي وصلنا كأس العالم 2012 مع منتخب الكويت في تايلند. مدرب صراحة أنا أعتبره من المدربين الكبار على مستوى العالم، له اسم كبير في إسبانيا، عنده أكاديميات معروفة في إسبانيا في لعبة كرة الصالات. أنا أعتقد التعاقد مع هذا المدرب يعني له نقل نادي الكويت إلى مرحلة أعلى في التنافس. أنت مثل ما أنت عارف أبو شهاب، يعني لعبة كرة الصالات لعبة يعني تحتاج مدرب ذكي جدا، مدرب خبرة ولماح ويعرف يعني يغير فيه، لأن لعبة سريعة فما تحتاج البطء في اتخاذ القرارات الفنية. فأنا أعتقد هذا المدرب بالإضافة إلى العناصر اللي يضمها الفريق، يعني إحنا تكلمنا عن الشباب، ما ننسى طبعا دور لاعبين الخبرة، يعني مثل اللاعبين الموجودين مثل حمد العوضي، الحارس عبد الله حياة، يعني حتى نوعية المحترفين الموجودين في نادي الكويت أنا أعتبرهم ممتازين، وفي استقرار يعني من جهة المحترفين في نادي الكويت مثل سترينجاري، لاعب معروف وأساسي في منتخب إيطاليا. ف يعني كل هذه العوامل تخلي أن نادي الكويت هو المهيمن، هو المتسيد. طيب، فأنا أعتقد أنه مو غريب حصولهم على هذا. أبو علي، أخذنا إلى سؤال أهم، أبرز ملاحظاتك لما رأيتها في مباراة السوبر وكيف كان مستوى السفير؟ شوف، أنا أعتقد الأمانة يعني مستوى كاظمة ما كان يعني ممكن في كثير من الأحيان ما كان يستحق الخسارة الأمانة، يعني قدم مستوى كبير خصوصا في الشوط الأول. يعني إحنا نفس ما قلنا عن نادي الكويت عنده عناصر شباب وخبرة، أيضا نادي كاظمة عنده بصراحة يعني لاعبين محليين كويتيين مميزين، عنده عناصر يعني أجانب على مستوى عالي، مدرب أعتقد للموسم الثالث على التوالي البرتغالي توليدو موجود في كاظمة، ففي استقرار كبير بالنسبة لي يعني الفريق الكاظماوي. كاظمة كان أفضل في الشوط الأول، أنا أعتقد يعني الكويت فاز خطف الهدفين خطف، يعني الهدف الأول يعني كان اللعب نوعا ما لمصلحة كاظمة تسجل هدف، في الشوط الثاني نوعا ما غامر مدرب كاظمة، يعني كانت النتيجة 1-0 باقي أعتقد 4 دقائق، اتجه إلى يعني طريقة الباور بلاي اللي هي تسحب الحارس المرمى وتنزل لاعب خامس في الملعب فيكون المرمى فاضي، فهذه يعني هذه الطريقة فيها نوعا ما مغامرة، يعني أنت لازم تكون حذر جدا، انقطعت الكرة من عبد الرحمن الطويل وتسجل هدف الثاني، فأنا أعتقد أنه قتل المباراة بشكل عام. للأمانة يعني إحنا قلنا كاظمة لعب مباراة جيدة، لكن شنو اللي وقفه؟ اللي وقفه بصراحة يعني حارس نادي الكويت عبد الله حياة، حارس خبرة كان من عناصر الموجودين في منتخب الكويت في كأس العالم، بصراحة قدم مباراة كبيرة جدا. أنا أعتقد يعني هو العامل الأساسي في فوز يعني نادي الكويت، أحبط جميع محاولات نادي الكويت، كان بصراحة في قمة حضوره ويعني ما شاء الله عليه
قدم مباراة كبيرة جدا، فأنا أعتبره طيب. هو السبب الرئيسي في الفوز. طيب علي، من تعتقد من الفرق بالموسم الجديد بمقدوره أن ينافس الكويت على حصد البطولات والألقاب؟ شوف، ما نقول منافس، يعني الكويت إحنا ما راح نخلي، يعني أوكي الكويت آخر أربع بطولات يعني بشكل عام هو حققها، يعني الثلاثية الموسم الماضي وبدأ هذا الموسم في السوبر. أنا أعتبر أن الكويت يعني مو بأمان، مو بأمان في الحصول على البطولات. أنا أعتقد في منافسة كبيرة جدا، يعني كاظم عنده بصراحة لاعبين مميزين مثل أحمد الفارسي، صالح الفاضل، من عناصر المؤثرة والممتازة جدا. أنا أعتقد يبقى على مستوى المحترفين الأجانب في كاظم، يعني المحترف الجديد اللي لعب في السوبر أعتقد ما ظهر في الصورة المطلوبة. أعتقد فامبيتا المحترف البرازيلي المعروف اللي كان معاهم في السنوات الماضية ما لعب ممكن للإصابة، فأنا أشوف ممكن يكون في تغييرات على صعيد المحترفين، ممكن لأن حاليا أعتقد عندهم ثلاث محترفين، فممكن يكون في تغييرات. بشكل عام أنا أشوف ما تقدر، يعني خصوصا في لعبة الصالات مثل عندك الكويت كاظمة الغاتسية ما نقدر نستثنيه، هم عنده عناصر مميزة جدا نوعا، يعني عناصر معروفة في المنتخب مثل عبد الرحمن الوادي اللي رجع للغاتسية من نادي الكويت في هذا الفترة، يعني عنده يوسف الخلايف الغاتسية، ما نستثني اليرموك، اليرموك فريق نعم. ممتاز جدا، قد يكون ايضا منافسة. انا اتوقع ان اليرموك بصراحة قاعد يشتغلون شغل طيب في لعبة كرة الصالات، خصوصا في الفريق الاول محافظين على عناصر يعني عناصر الخبرة في الفريق، الفريق قاعد يشتغل. ايضا التضامن بصراحة انا ما اقدر يعني ما ارشح للبطولة، لكن راح يلعب في تحديد يعني البطل، لان بصراحة التضامن في السنوات الأخيرة يعني خصوصا في مرحلة الناشئين ومرحلة الشباب قاعد يقدم نتائج ممتازة وقاعد يحقق بطولات، فنعتقد أنه راح يكون خصم عنيد، يعني نفس ما هو اسم النادي العنيد لقب نادي التضامن، أنا أشوف أن هذا الفريق راح يكون العنيد في طيب. كرة الصالة. أنتقل معك إلى ما أبرزته صحيفة القبس. عبد الله خلفا لرادان، قرر مجلس إدارة نادي الكويت فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي رادان بالتراضي بين الطرفين بسبب المستوى الفني للفريق، ووجه مجلس الإدارة جزيل شكره وامتنانه لكل ما قدمه للفريق من جهد وعمل. كما قرر المجلس تعيين المدرب الوطني محمد عبد الله لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفا لرادان. أبو علي، تعقيبك على إقالة رادان وأسبابها؟ شوف للأمانة أنا أعتقد مستوى نادي الكويت في بشكل عام هذا الموسم ما كان مرضي بصراحة. نعم. احنا تعودنا على نادي الكويت الشراهة في تسجيل الأهداف، الفوز بنتائج كبيرة، هذا الشيء ما شفناه في هذا الموسم. يعني الكويت أربع انتصارات، ثلاث تعادلات، خسارتين، يعني خسارة في الدوري، خسارة في كأس ولي العهد. فأنا أشوف يعني إحنا يعني الفوز الوحيد للكويت هذا الموسم كان بفرق اثنين هو على التضامن في الجولة الثانية، غير ذلك الفوز يعني دائما بفارق هدف. نادر شيء يعني شو اللي قاعد يصير؟ بصراحة نادي الكويت ما كان مقنع هذا الموسم من بدايته، رغم الإعداد الطيب، رغم نوعية المحترفين الممتازين اللي وقع معاهم يعني نادي الكويت، لكن بشكل عام أنا أشوف أن في بعض القرارات كانت تحتاج للمراجعة من الكابتن رادان، كان عنده وقت في فترات التوقف، لكن يعني ما شفنا هذا الشيء يقوم فيه رادان. حتى يعني أضف على هذا يعني رادان في كثير من المباريات اختياراته في التبديلات دائما تكون غير مقنعة، دائما ما يحاول يعني اختياراته في البدلاء ما تعمل الاضافه اللازمه لنادي الكويت، رغم انه وجود في دكه قويه يعني ممتازه جدا في نادي الكويت. يعني احنا مثل مو قادر يستغلها بالشكل الصحيح، مو قادر يستغلها بشكل. اضيف على هذا ايضا يعني بصراحه في بعض المحترفين الاجانب يعني بصراحه ما قاعدين يقدمون الاضافه اللازمه، مثل يعني خلينا نسميه ارشد العلوي العماني والعراقي يعني شيركو كريم، ما أضافوا الإضافة اللازمة لنادي الكويت. يعني المحترف الأجنبي في نادي الكويت لازم يقدم إضافة. ضيف على هذا بصراحة يعني تراجع يعني خط وسط نادي الكويت هذا الموسم، ما يعني قوة نادي الكويت في السنوات الأخيرة كانت في خط الوسط، هذا الموسم يعني ما شفنا خط وسط، يعني الخط وسط نادي الكويت في القوة اللازمة اللي يخلق الضغط، اللي يعني يدافع في نقاط عالية عفوا من الملعب. نعم. فشفنا يعني الدفاع الكويت مكشوف دائما في ضغط، هذا الشيء سبب أهداف كثيرة. يعني نادي الكويت يعني حاليا لعب أعتقد تقريبا تسع مباريات يعني ما طلع إلا في كلين شيت واحد، ما استقبل هدف اللي مع التضامن 2-0 في الجولة الثانية، باقي المباريات نادي الكويت كان يستقبل أهداف، يعني مثل الساحل هدفين، خسر من الجهرة 1-0،
فكل هذه العوامل بصراحه تخلي ان نادي علامات استفهام علامات استفهام كبيره. والشيء الايجابي بالنسبه لنادي الكويت انه المنافسين قاعدين يتاثرون، يعني مثل كاظمه تاثر، القادسيه في فتره ورجع، العربي في فتره ورجع في الجولات الاخيره. فيعني صداره الكويت يعني انا اعتبر ان يعني من حسن حظهم ان المنافسين يتاثرون، ما كانوا في الرتم العالي. طيب. كاظمه في اخر اربع جولات تاثر، الكويت اخر اربع مباريات بشكل عام ما فاز. انا اعتقد لو كاظمه مثلا محقق انتصارات ممكن يبتعد في الصداره اكثر، لكن هذا العامل الايجابي بالنسبه لنادي الكويت ويخليهم يعالجون بعض الاخطاء. طيب، كيف ترى عوده المدرب الوطني محمد عبد الله واللي قياده العميد واثرها على الفريق بشكل عام؟ شوف الامانه نعتبره يعني مدرب مو غريب، هذه المره العاشره اللي يستلم فيها الكابتن محمد عبد الله تدريب نادي الكويت، يعني دائما قريب من الفريق، هو عقده كمستشار فني مع الفريق الاول لكره القدم، فلذلك يعني هو دائما موجود مع نادي الكويت، دائما متابع. حسب اللي عرفناه يعني من بيان نادي الكويت والمعلومات اللي عندنا انه راح يكون بفتره مؤقته فقط، اللي هو مباراه كاس السوبر الاحد بعد باكر، وفي الجوله يعني الجوله التاسعه من دوري زين الممتاز. انا اعتقد في هذه المباراتين فقط، بعدها يعني في فتره توقف لمده اعتقد شهر، فراح يكون في مدرب اجنبي، هناك تغييرات، مدرب اجنبي جديد. انا يعني وجهه نظري الشخصيه ابو شهاب، يعني ليش ما نعطي الفرصه للكابتن محمد عبد الله، خصوصا انت السنوات يعني اللي ذكرت طبعا، يعني هذه المره العاشره اللي يستلم فيها الفريق وحقق بطولات، ودائما كان ياتي في ظروف صعبه وينتشل الفريق الى مرحله اعلى، ليش ما يتم اسناد يعني المسؤوليه له بشكل كامل وتعطى له كامل الصلاحيات في طيب العمل والتطوير. طيب، تصريح الاخير ان الفريق امتلك كل مقومات النجاح ولكن كان يفتقد الى روح، تعقيبك على هذا التصريح؟ شوف الأمانة صح، يعني كان الفريق يفتقد للروح. أنا نفس ما قلنا الفريق نادي الكويت كان يحتاج في ترتيب في بعض المراكز، كنا نشوف في يعني تكديس لاعبين في مركز معين وفي فراغات في بعض نقاط الملعب. يعني رادان يعني بصراحة ما تعامل مع هذه المسألة بشكل يعني ممتاز. أضيف على هذا أن في بعض الإصابات ممكن عطلت الفريق، مثل يعني إصابة الزنكي، عدم جهوزية رضهاني إلى الآن، إصابة طلال جازع. الفريق بصراحة يحتاج لاعبين وسط ل يعني خلق التوازن بين الدفاع والهجوم. خط الدفاع نادي الكويت قاعد يعني يتسبب في أخطاء، أنا أعتبر إنه يعني كان ممكن تلافيها لو كان عنده خط وسط قوي. أنا أعتقد يعني المهمة بالنسبة لمحمد عبد الله، يعني نفس ما قال عنده الأسماء، ما راح تكون يعني ما راح تكون صعبة على الكابتن محمد عبد الله في ترتيب الفريق، ما راح يحتار بس ما كثر ما انه محتاج انه يقدم روح رياضيه. انا بصراحه يعني اشوف انه لازم ما يجامل الاجنبي، مثلا ان هذا محترف اجنبي لازم يلعب، لا، يعني اذا ما قاعد يقدم مستوى خلاص انا اعطي الفرصه للاعب المحلي، في لاعبين بصراحه مميزين وقادرين ياخذون الفرصه ويتالقون ويؤدون. طيب، خلينا ننتقل معك الى دوحه الخير لنسلط الضوء اكثر على ما طالعتنا به صحيفه الوطن القطريه. لوسيل جاهز أو لوسيل جاهزة للمونديال مع بدء العد التنازلي لنسخة المونديال الأولى في الشرق الأوسط والوطن العربي. أعلنت الديار القطرية رسميا عن افتتاح اثنين من أهم مشاريعها في مدينة لوسيل، درب لوسيل وميدان السعد، لتعلن جاهزيتهما لخطف أنفاس العالم والاستقبال جماهير المونديال. ويعد المشروعان من أهم المشاريع الاستراتيجية للديار القطرية. الإبداع القطري يتواصل لإقامة العرس العالمي، تعليقك على ما تقدمه وما ستقدمه قطر في النسخة المرتقبة أبا علي؟ شوف أنا أعتقد أبو شهاب يعني قطر جاهزة من سنين طويلة لهذا المونديال. أنا أعتقد من أربع سنوات أو من خمس سنوات قطر جاهزة ومستعدة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير اللي بصراحة يعني استثنائي طبعا، وحدث بصراحة يعني أنا ممكن يعني قبل يعني تاريخ إعلان استضافة قطر 2 ديسمبر 2010 أنا ممكن أقول لك بصراحة هذا حلم، يعني ممكن مستحيل أن دولة عربية تستضيف كأس العالم، لكن يعني قطر يعني تحدت المستحيل، استضافة كأس العالم. أنا أعتقد أبو شهاب هذا العمل بصراحة مو وليد 2 ديسمبر 2010 اللي هو إعلان فوز قطر، أنا أعتقد هذا من سنين طويلة. هذا استضافة كأس العالم كانت فكرة من سنة 1978، سمو أمير دولة قطر يعني الوالد الشيخ حمد في 78 طرح هذه الفكرة في جلسة. بعد هذه يعني شوف من سنة 78 كانت يعني بصراحة احنا نقول الحين مستحيل، فما بالك في تلك السنوات يعني ان تستضيف كأس العالم.
لا يعني وفروا كل السبل، تحدوا جميع، يعني فازوا حتى على دول عريقة وعظيمة في يعني مثل أمريكا وبريطانيا، يعني تفوز يعني بالمنافسة معاهم، تفوز في استضافة كأس العالم، هذا شيء مو سهل جدا. أنا أتوقع وأتمنى أن راح يكون في نجاح كبير لقطر بصراحة. أنا أعتبر يعني مو مجاملة، هذه النسخة راح تكون يعني تاريخية واستثنائية وناجحة من جميع الجوانب. يعني دولة يعني شفنا مثلا في ما نروح بعيدا يعني في كأس العالم في روسيا، مثل المنتخب المصري كان يسافر خلال المونديال يلعب مباراة يسافر 7 ساعات أو 7 ساعات ونص في داخل روسيا، فهذه بصراحة فيها تعب كبير. هذا الشيء ما راح نشوفه في قطر، يعني بين ملعب وملعب أعتقد ممكن 20 إلى 30 دقيقة في المترو أو في السيارة. أنا أعتقد جميع المنتخبات ما راح تحس في التعب والإرهاق، مثل قلنا في كأس العالم في روسيا أو في البرازيل كان في سفر طويل يعني، وهذا كان مرهق بالنسبة للفرق. جميع المنتخبات المشاركة في قطر راح تكون مستقرة في أماكنها طول يعني طول فترة تواجدها واستمرارها في المونديال، من ناحية الفندق، ملاعب التدريب. يعني بصراحة أنا أشوف أن هذا الشيء راح يساعد كثير دولة قطر، راح يساعد المنتخبات على خروج نسخة استثنائية. يعني وفرت قطر 8 ملاعب على مستوى عالي جدا، يعني 7 ملاعب أعتقد جديدة وتحديث استاد خليفة. نعم. فيعني كل هذه الأمور تشوفها يعني بصراحة مو سهلة، أمور على مستوى أمور العالم، حدث عالمي بصراحة، أمور إعجازية اللي قاعد نشوفها بصراحة، أمور إعجازية. أنا شخصياً مو مستغرب هذا الشيء والنجاح من دولة قطر، أتمنى لهم التوفيق، أتمنى يعني تكون يعني جميع يعني دول الخليج بصراحة أن تساعد قطر في هذا، وإحنا بصراحة يعني قاعد نلمس هذا الشيء من دولة الكويت، من حتى الدول يعني الخليجية، السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، قاعد نشوف في دعم كبير، ويعني بصراحة أمر إيجابي ويسعدنا ويدل أن يعني الخليج يعني متكاتف، الخليج الواحدة طبعا. نعم. وهذا الشيء يعني بصراحة المكسب مو بس القطر، المكسب لجميع الدول العربية. طيب يعني في المقابل تتكلم أبو علي وأشوف حماسك وشغفك وكذلك سعادتك وفرحك بهذا المونديال وهذه النسخة العالمية الاستثنائية الفريدة من نوعها، لكن أيضا هناك ظهرت بعض الحملات التي حاولت أن تعكر صفو هذا المونديال، حاولت أيضا أن تقلل وأن تشوه. شنو الفائدة من الحملات؟ من اللي وراها؟ وشنو المستفيدين؟ شوف أنا أعتقد الحملات أخوي أحمد يعني بدت من فوز قطر صراحة. نعم. من إحنا قلنا التاريخ 2 ديسمبر 2010، يعني كان في وراها ممكن بعض الدول اللي خسرت ملف الاستضافة، كانت صدمة بالنسبة لهم، يعني كان عندهم الغرور الكبير إن ضامنين إن قطر يعني مستثناء من الفوز، لكن قطر نفس ما قلنا تحدت المستحيل فازت، فهذا الشيء ولد نوعا ما يعني نقول بغض أو كره أو محاولة محاربة قطر. وشفنا طوال هذه السنين محاولات لسحب تنظيم قطر لأسباب بصراحة أنا أشوفها تافهة، ما شفنا يعني مثلا أسباب مقنعة لهذه الحملات. أعتقد يعني في حملات إعلامية بصراحة متواصلة يعني ضد دولة قطر، وأعتقد صرح يعني مدرب نادي ليفربول يعني يورغن كلوب وهو مدرب ألماني، قال أنا يعني لا تضغطون علي لي يعني نطلع تصريحات سلبية ضد دولة قطر، وأطلب من جميع المنتخبات أن ما ترضخ للإعلام وتتكلم بأمور سلبية على دولة قطر لي يعني لرضوخا عند الضغط، يعني فالضغط الإعلامي أكيد. فهذا الشيء بصراحة يعني إيجابي من كلوب، إحنا نتمنى ونتوقع النجاح لقطر، وأنا أعتقد يعني ما شاء الله قطر بصراحة قاعد تعمل وتشتغل وهي يعني ما قاعد تسمع هذه الحملات، وبالعكس قاعد نشوف في رد مباشر بالأدلة وبالوثائق. طيب أنتقل معاك إلى عنوان صحيفة ليكيب الفرنسية. إمبابي يكسر رقم البرغوث، تفوق كيليان إمبابي مهاجم باريس سان جيرمان على زميله ليونيل ميسي في سباق رقمي تاريخي بدوري الأبطال، وهز إمبابي شباك يوفنتوس رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم، ليرفع كيليان رصيده إلى 40 هدفا في الشامبيونز ليج، ويصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة ليصل بهذا المعدل التهديفي ببلوغه 23 عاما و10 أشهر و13 يوما. وذكرت شبكة أوبتا أن إمبابي كسر الرقم المسجل باسم ميسي حين أحرز 40 هدفا بسن 24 عاما و4 أشهر و8 أيام. يطول الحديث عن إمبابي وعن موهبته، ولكن هل بمقدوره اليوم يعني أن يسجل وأن يحقق ما حصده ميسي، مع أن نذكر أسبابه من بين الأسباب علي؟
شوف بصراحة يعني مبابي قيمة كبيرة، نجم عالمي كبير جدا. أنا أعتقد أنه يعني موهبته ممكن في يوم من الأيام راح يتقارن في ميسي، في كريستيانو رونالدو، في جميع أساطير كرة القدم. بصراحة يعني مبابي بشاب أنا اللي يعني عاجبني في هذا اللاعب، يعني من صعوده إلى الفريق الأول في موناكو في 2017 أعتقد كان عمره 16 أو بدايات 17 سنة، بصراحة أثبت أنه لاعب يعني ما تحس أنه مثل اللاعب الناشئ، دائما يكون يفتقد الخبرة، دائما يحتاج وقت. مبابي ما يحتاج وقت، دش على طول، تحس لاعب خبرة ولاعب يعني متوازن في الملعب، لاعب يقدر يتحمل الضغط ويشيل الضغط عن فريقه. يعني احنا قاعد نشوفه يعني في باريس سان جيرمان، بصراحة أبو شهاب أنا أعتبر يعني مثل أنت رياضي، أي رياضي يعني مثل يكون معاك أساطير في الملعب مثل نيمار وميسي، أنا أعتقد راح يمحي نجومية أي لاعب سوبر ستار آخر. لكن مبابي بصراحة يعني شفناه بصراحة قاعد يقوم بأدوار كبيرة، قاعد هو هداف الفريق مع أنه يعني موجود ميسي ونيمار، وهو قاعد يرجع إلى نقاط يعني عميقة في الملعب ويصنع ويستلم الكرة، يبني هجمات، وشفناه في المباراة الأخيرة يعني مع يوفنتوس بصراحة سجل هدف اللي هو اللي قلتوا عنه الهدف رقم 40، بصراحة يدل على قيمة هذا اللاعب، شلون يعني تعرض للضرب. أنا أعتقد أي لاعب في العالم كان ممكن يسقط ويقول لك أفكر في الفاول. باريس سان جيرمان أنا أعتبره مثل كان يعني غير محظوظ في يعني حصوله على المركز الثاني، هذا الشيء راح يخليه يواجه فرق الصف الأول في أوروبا مثل ريال مدريد، مان سيتي، باير ميونخ. فأنا أشوف أن المهمة يعني في دور 16 راح تكون صعبة، إذا إذا كان محظوظ ممكن يلعب مع بورتو أو توتنهام، يعني إذا كانت القرعة نوعا ما إلى جانبه، لكن باقي الفرق أنا أشوف أن المسؤولية صعبة جدا، تحقيق اللقب الأبطال بصراحة صعب جدا حتى في قيمة هذه النجوم الكبيرة. يعني بنفيكا تصدر على باريس سان جيرمان، بصراحة أنا أشوف أن التوقع صعب، لا تنسى في توقف 3 شهور إلى دور 16، كثير من العوامل تتغير، ممكن باريس يكون في قمة حضوره ويحقق المفاجآت ويفوز في دوري الأبطال، لكن أنا بصراحة أشوف أنه صعب شوي على باريس، وممكن قواك الله أبو علي في أمور صعبة. شكرا لك على التواصل معنا، مشكور شاب، أنا سعيد أني أكون معاك وما شاء الله دائما متألق، نتمنى لك ونتمنى لجميع طاقم البرنامج التوفيق. حبيبي أبو علي، أنا على المستوى الشخصي أحب أقعد معاك وأسمع النقد الجميل اللي تقدمه وتقدمه حق السادة الكريم، كل الشكر والتقدير لك. وصلنا معكم السادة المشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحصاد الرياضي، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض أهم الأحداث الرياضية خلال هذا الأسبوع، وإلى لقاء يتجدد غدا في نفس الساعة، مع السلامة. توكل أبو علي.